إن شاء الله لقيت إنسانا شاب، يعني شاب تراه في مظهره عادي منذ أيام، لكن أخبرني أنه كان يسأل عن أشياء، أخبرني أنه منذ 6 أشهر أو 7 أشهر تقريبا يصلي بالبقرة كل ليل، كل ليلة يصلي بالبقرة كل ليلة. ما تعرف ما في قلوب الناس، ما في بواطنهم، ما يستطيع إنسان أن يقول أنا أفضل من فلان ولا، ما تعرف الناس قلوبهم مستودعات، المحبة لا ترى، لا يعرف الإنسان هين ما يراها بعينه. من أهل المحبة خلق كثير لا يعرفهم الإنسان، فهذا مما يجعل الإنسان أكثر حذرا مع الناس، لأن ذلك مدخل للعقب إذا ظن أن الناس أقل منه، وهذا من أخطر الأمور التي تطرق النفس. وإذا لم ينتبه له الإنسان، إذا لم ينتبه لها الإنسان صار في قلبه مرض والعياذ بالله.